كاينه شركه التامين هي اللي تحمل المسؤوليه، هي اللي تغطي كل الاضرار او الاخطاء عفوا اللي يرتكبها السائق. لكن لما يكون السائق في حاله سكر او يكون في حاله تعاطي تسقط عليه حق الضمان. شركه التامين ما تخلصش عليك، تقول لك انا نخلص على الانسان اللي يكون في عقله ويرتكب خطا وتتقدر عليه. لكن اللي يكون فاقد العقل واللي ربي عطاه العقل وهو راح فقده، تحمل شركه التامين مسؤوليته. هنا الضحايا ما يمسكنوش يقول لك حنايا ماذا بينا لو شركه التامين هي اللي تتحمل المسؤوليه. لانه لما تكون شركه التامين مؤسسه عموميه نقدر نجيب حقي من عندها عن طريق التعويض. لكن لما يكون المواطن هنا يبدا حبل التقاضي الطويل، قدر المحكمه تسقط عليه الضمان لانه قلنا انه حاله السكر والحاله اللي يكون فيها تحت تاثير مخدر، هنا شركه التامين تقول لك انا خاطيني هذا الانسان ما تحملش مسؤوليته، وهو فعلا في قانون التامين هذا الشيء موجود. هنا القاضي الفاصل في قسم الجناح او المخالفات يحمل المتهم مسؤوليه تعويض الاضرار اللاحقه بذوي الحقوق اذا كان واحد متوفي او بالنسبه للناس اللي اصابتهم اضرار جسمانيه. يعني الضحايا شكون يعوض الضحايا؟ يعني قلت لك لما في الحاله هذه المتهم شخصيا. المتهم شخصيا ولا الاهل تاعو؟ لا المتهم شخصيا، لانه الامور مسؤوليه شخصيه. صعب انه انا اللي درت الحادث وبابا يخلص عليا. لا سيدو في الحبس 10 سنين. لا بالعكس، يقدر يطبق عليه بمجرد صيروره الحكم النهائي. يطبق عليه. هنا يصطدم بامرين. الضحيه هذا مسكين اللي قلت لك يصطدم بامرين. الامر الاول انه الضحايا المتهم راه في الحبس، نستنى حتى يخرج بالنفذ عليه. الشيء الثاني استاذي الكريم، لما المتهم يغادر المؤسسه العقابيه او يقدر يجيب شهاده بلي ما عنديش، منين نعطيكم انا ما عنديش، انا زواري منين نجيب لكم؟ هنا الضحايا مساكين يبدا يقول لك شوف راه بابانا مات ولا انا عندي عاهه مستديمه ولا منين نجيب انا تعويضات. في الحاله هذه حتى تكون دائما انه القانون ما خلاش كبيره وصغيره الا وقف عندها. هناك ما يسمى بصندوق ضمان السيارات. لما ما يكونش هناك اي سبيل للضحايا بيقتصوا حقوقهم من المتهم، في الحاله هذه يتدخل صندوق ضمان السيارات لتسديد كل الحقوق الخاصه بالضحايا. ولكن الشيء الايجابي دائما في هذا الموضوع انه قلنا لكم حقوق الضحايا في كلا الحالات ما راحش تروح، لانه هم الحلقه الاضعف في القضيه. انا انسان لاباس عليا، كنت خارج من داري، واحد في حاله سكر دخل فيا، لقيت روحي بلا رجل ولا لقيت روحي مبتور اليد ولا فقدت البصر ولا كسره في الجمجمه، ادى الى مضاعفات صحيه خطيره. هنا المشرع الجزائري حماية فقط لهذو الناس الأبرياء اللي ما عندهمش علاقة بالملف غير أنهم كانوا ضحايا. إنسان مستهتر. إنسان ما خافش رب العالمين، خبينا يخاف من القانون. وكان الصندوق هذا يعني أكيد موجود، يعني موجود ومفعل، ويتم رفع قضايا ضده من طرف ذوي الحقوق أو حتى بالنسبة للضحايا في القسم المدني، والناس تدي حقوقها وكل الأمور تمام من الناحية القانونية.